باسم اتحاد الكره. كابتن عزمي صباح الخير. صباح الخير يا مدام نجلاء، ازي حضرتك؟ الحمد لله. قول لي كابتن عزمي، اخبارنا اللي عايزين نعرفها طبعا الاهلي، وفي اخبار تانية عن مساله بحث عقوبات المصري ومذكره الاهلي التي لم تصل حتى الان. وصلت مذكره الاهلي، كانوا بيقولوا لسه لحد الجاي. لا وصلت امبارح، اللي هو وصل الورق امبارح وهيتم نظرها يوم الحد الجاي ان شاء الله. يوم الحد، ومذكره المصري كمان وصلت الى الاتحاد. مذكره المصري وصلت وتم مناقشتها، وهيتفرجوا على سيديهات وبتاع وحاجات كده تهم التحقيقات يعني. الخطوه التاليه ايه؟ يعني بعد الخطوه دي انتوا هتصدروا، لجنه التظلمات هتصدر قرار جديد ولا؟ لجنه التظلمات برئاسه الدكتور حازم بدوي دي لجنه منفصله عن الاتحاد، بتختارها الجمعيه العموميه. تمام. دي لجنه احكامها واجبه النفاذ يعني. واذا تضرر احد الفريقين من الاحكام الثانيه بيبعت هو بقى من حقه للفيفا على طول. المحكمه الرياضيه اللي تابعه للاتحاد الدولي. طيب يعني اذا اوراق المصري والاهلي وصلت الى لجنه التظلمات باتحاد الكره زي ما قال لنا كابتن عزمي مجاهد، ويوم الاحد هتكون المناقشه واصدار القرار هيكون في نفس يوم الاحد ولا بعدها؟ لا 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 ياخد وقت. كابتن عزمي، خلينا في لقاء اليوم الاهلي واللقاء المزمع اقامه الاهلي والبن الاثيوبي، اخر التطورات ايه اللي عند حضرتك؟ والله يعني ان شاء الله المباراه هتقام، وباذن الله الداخليه يعني كان في اتصال بيني وبين اللي هو تابي سيدهم من ساعه. ان شاء الله الداخليه هتامن ومفيش مشكله. وبعدين يعني ما يصحش ان في ناس تطلع تهاجم الداخليه بدون وجه حق، وهم عارفين الغلط فين، ولابد ان يكون لمجلس اداره النادي الاهلي دور في فك الاحتقان ما بين الالتراس الاهلاوي والشرطه المصريه. وعلى فكره يعني الغالبيه العظمى من الالتراس الاهلاوي، وسواء الاهلاوي او الزملكاوي يعني، كلهم حضرتك ناس خريجين جامعه وناس محترمين جدا، وبيستجيبوا لصوت العقل. وانا عارف ان هم يهمهم مصلحه ناديهم، يعني مصلحه ناديهم بعيد عن المزايده يا مدام نجلاء. اذا كان في ناس بتزايد، انا ما بحبش المزايده، وكل واحد اذا كان عضو مجلس اداره او غير عضو مجلس اداره لابد ان يعلم شيء مهم قوي، ان البلد بتاعتنا في حاجه لمجهود كل واحد فينا، ولابد ان يكون هناك ضبط النفس، ان التصريحات العنتريه ما عادش لها لزوم اليومين دول. يعني انت بتقصد مين بالظبط يا كابتن عزيز؟ احنا نرجع للمنطقه مدام نجلاء والعقل، عشان المصلحه مش عشان اي حاجه. ايوه انت بتقصد مين؟ عشان كده الاتهام اصبح عام، ممكن كل واحد يقول انت بتقصد الالتراس ولا بتقصد مسؤولين من النادي الاهلي. انا قلت الالتراس يعني صوت العقل هو المتغلب على تصرفاتهم، ولم يخطئوا الى الاخر. ولابد ان يتدخل الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب لتهدئه الاوضاع ما بين الالتراس ووزاره الداخليه. ليه كلامي واضح؟ كلامك واضح. اذا كان في ناس بقى بتحب تزايد، انا ما بحبش الزايد، انا بقول حق ربنا. طيب في احد الاصدقاء اصله اتصل بينا، وطبعا انا لما قال الكلام ده قلت لازم هكلم حضرتك. قال انه عرف خبر حالا من احد المواقع بيقول ان الامن رفض تامين باسط البن الاثيوبي الكلام ده بقاله الكلام ده امبارح يا مدام نجلاء. النهارده احنا في النهارده ان شاء الله. النهارده يعني رد الامن ايه؟ هل الامن رد ولا لسه؟ ان شاء الله خلال ساعات قليله جدا هيكون قرار الامن صدر يعني باذن الله. لكن في الغالبيه هتكون المباراه بدون جمهور ولا باعداد محدوده ولا بايه؟ لا، المباراه بدون جمهور. بدون جمهور نهائي. ايوه. وانتم منتظرين الرد الامني بعد التطور الجديد اللي هو موافقه النادي الاهلي. ان شاء الله في اتصالات كبيره جدا واتصالات ايجابيه يعني، لكن مفيش مشكله. وان شاء الله احنا متعودين من الامن المواقف الايجابيه، واذا كان القيادات الامنيه يعني متجاوبه جدا والوزير المحترم جدا، ربنا يكرم
ان شاء الله والموضوع ينتهي على خير باذن الله. وانا باكد لك ان ماتش الاهلي في ميعاده يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله وانبي وماتش انبي ان شاء الله في جهاز الرياضه يوم السبت باذن الله. ان شاء الله. يعني اذا كابتن عزمي مجاهد على لسان حضرتك تؤكد او بتقول وعلى مسؤوليتي وعلى مسؤوليتك ان المباراتين سيقاموا في موعدهما السبت والاحد. طب باست الفريقين البروندي والاثيوبي وصلت ولا لسه؟ نعم حضرتك. انت باست الفريق البروندي تصل ولا الاثيوبي؟ لسه ما وصلوش. لكن الاتحاد الافريقي هل له موقف معين؟ هل ارسل لكم خطابات معينه؟ لا هو الاتحاد الافريقي ارسل قال لك ان عايز الخطاب التامين بتاع الفريق البن الاثيوبي لان التامين بتاع ماتش وصل ولسه تامين البن الاثيوبي ان شاء الله زي ما بقول لك يا مدام نجلاء يعني الفراجه خلال ساعات ان شاء الله باذن الله. كابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة بيقول على مسؤوليته انفراجة في مسألة تأمين البعثة هيصل للخطاب وان مباراة الاهلي ومباراة انبي ستقام المباراتين في موعدهما ان شاء الله. اتمنى يا مدام نجلاء عشان تبقى في الصورة في اتجاه عشان لان امبارح الاخ خالد مرتضي طلع في احدى البرامج بيهاجم الناس كلها ومن ضمن الكلام قال ان المتحدث الرسمي في اتحاد الكوره بيقول كلام غريب جدا ان في كاس مصر الجدول معمول يا مدام نجلاء وهيتعرض على في وزاره الداخليه واحنا بنحاول محاولات جاده جدا لاعاده النشاط وما يصحش ان النشاط عايزين نرجعه نبقى نستاذن الاخ خالد مرتجي يعني. طيب هو وجهه نظر الانديه كلها حضرتك اتلفت وكل اللعيبه قاعدين في بيوتهم وفي انديه اللي هي بتشترك في افريقيا والحاجات دي يا مدام نجلاء يعني الانديه الكبيره حلتها ميسره. لكن احنا بنتكلم على باقي الانديه اللي عندهم ازمات ومرتبطين مع لاعيبتهم بفلوس ومش عارفين هيعملوا ايه. طب كابتن عزمي ما هو برضو يعني اذا كنتم مش قادرين لسه توصلوا لقرار نهائي حتى هذه اللحظه المباراه المفروض يوم السبت والحد مباراه هتوصلوا القرار بشان كاس مصر في خلال قد ايه؟ لابد الراي العام يعلم السبب الرئيسي في 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 في, في عدم موافقه الشرطه على التامين، لابد نعلم والناس كلها عارفه على اختلاف وجهات النظر. طيب انا ما قلتش بين الالتراس وبين وزاره الداخليه. طيب كل ده قلت حضرتك ان المفروض ان يبقى فيه حضرتك تامين للمباراه وفي نفس الوقت تبقى في قنوات اتصال ما بين المجلس الاداري الاهلي والالتراس المحترم بتاعهم على اساس المساله تنتهي والشرطه دي الشرطه بتاع بلدنا ولابد يا سيدي طب اي كلامك سليم خلاص ما كلنا متفاهمين موقف الشرطه في الظروف الحاليه لكن اللي انا مش قادره افهمه بما اني تفهمت موقف الشرطه في هذه الظروف وفي ظل اجواء انتخابيه ساخنه جدا ان انتوا بتقولوا كاس مصر هنوصل لحل ازاي هنوصل لحل ان شاء الله ما برضو ده اللي انا اللي مش فاهمه موقفكم انتوا مش موقفهم هم يعني يعني اتفاهم موقف الامن واتفاهم الظروف اللي جايه شكلها ايه واتفاهم مساله التامين ممكن يندس فيها مين وممكن يحصل فيها ايه ومساله الجمهور اكيد هتكون صعبه ان شاء الله الفراجة هتحصل يا مدام نجلاء وانا بكلمك وعلى مسؤوليتي برضو بكرر لك المساله ان كاس مصر هيتلعب ماتش الاهلي؟ لا ان كاس مصر هيتلعب يعني في مصر؟ ان احنا بنحاول بنحاول لكن اصل انت بتقول هنعمله كاس مصر بقول لك بنحاول في اتفاقات ما بين ما بيننا الاتحاد ووزاره الداخليه والمجلس العسكري لان احنا في لجنه اتعملت من المجلس القومي وراحوا عملوا تفتيش على الملاعب والحمد لله ان في خمس ست استادات متوفره فيها الشروط اللي طالبها الاشتراطات اللي طالبها وزاره الداخليه وبدا المجلس القومي للرياضه فعلا اتخاذ خطوات جاده جدا. لا انت بتدخلني في حته ثانيه لما بتقول ان في خمس استادات او سته انت بتقول دلوقتي في خمس استادات او سته فيهم
بيتوفر فيهم الشروط والاشتراطات. ايوه. طيب ما يلعب الاهلي على حد فيهم ويلعب بجمهوره بقى. طب ما هيلعب هو حضرتك دلوقتي الوقت القرار طلع بدون جماهير وكاس مصر برضه هتلعب بدون جماهير حضرتك اذا 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 قدر وكان في كاس مصر يعني. الدوره التنشيطيه خلاص عليها السلام كده. اه طبعا انت شايفه كل ما تتقدمي خطوه ناس ترجعك 20 خطوه. طيب كابتن عزمي مجاهد بشكرك جدا، كلامك واضح اكيد كل واحد هيستشف منه الحقيقه الكامله الواضحه. بشكرك جدا على هذا.